احنا على مدار هذه الفقرة هيكون معانا اجزاء من اللقاءات في حلقات سابقة حضرتك اجريتها. دلوقتي احنا زعنا 12 حلقة تقريبا ولسه حضرتك مكمل طبعا اخر شهر حسب ما عرفنا، يمكن اللي بعد الشهر كمان. طيب نروح نشوف جزء من كلمة او لقاء دكتور يونس مخيون. اتفضل. احنا في السلفية العامة ودي موجودة بكثرة في القاهرة. ليه؟ يعني مشايخ بيدي دروس لهم اتباع. احنا نختلف الدعوة السلفية في الاسكندرية ان احنا منهجنا واضح جدا في قضايا محورية اساسية ومن رب افرضنا عليه، قضايا التكفير، قضايا التفجير والعنف، قضية الامر معروف والنهي عن المنكر، منظورنا للجهاد، منظورنا للتعامل مع الاخرين، قضايا واضحة. فبنحصن اي حد معانا ضد الافكار اللي هي المنحرفة ديت اللي على الساحة. فلذلك لما حدث الدعوة للصدام وغيره وغيره، فاحنا فاهمين وناس بتاعتنا فاهمه وفاهمه الوضع وفاهمين احنا عارفين مين الاخوان وعايزين يودونا لفين وعارفين ادبياتهم. فلذلك احنا تبعنا محدش شارك، اللي شارك مين؟ اللي هم ايه؟ السلف العام اللي هو ما درسش القضايا المنهجيه ولا الفكريه ديت، مجرد متعاطف سمته سمت سلفي وكذا، فانساق وراء شعارات الاخوان الخداعه اللي كانوا عايزين يغرونا بيها ويخدعونا بيها. ولكن احنا بنتكلم عن اسماء، يعني اسماء دعاة سلفيين كبار، وهجمونا ومن وكفرونا كمان، كفرونا تكفير صريح واتهمونا بخيانة الدين وان احنا خلعنا رقة الدين علشان ما طلعناش في الرابعة ووقفنا مع الاخوان. فدي بقى ايه سلفية القاهرة. السلفية العامة تختلف عننا تماما. طب حازمون نفس القصة، كنتوا شايفينهم ازاي؟ لا ده ننتهي بنهج عنف، والاخوان استخدموهم كأداة عند العنف يكونوا موجودين وتنوا سخنوهم وسخنوهم وسخنوهم بحيث إنه يحصل صدام يكون هم دولة هم دول اللي في الطليعة. هم دول في الطليعة. وكان عايزين يستخدمونا كده، بس احنا طبعا من اول السطح احنا جارين المشهد. طبعا حملة تشويه انتهجتها الجماعة لتشويه حزب النور، كان ايه الغرض منها؟ والله هو يعني الاول دي شهادة من اهم الشهادات، لسبب بسيط انها من المنبت نفسه، يعني من التيار الاسلامي. في شعب عموما بينظر لكل الجماعات والتيارات الاسلاميه. زمان كان يقول لك الجماعه السنيه، لكن هم 100 طريقه و100 مسلك و100 سبيل. فاهميه الشهاده دي من الدكتور يونس مخيون الحقيقه، وانا كنت حريص ان انا أسأله أكتر على المنطلقات الفكرية والشرعية للجماعة، يعني هل هذه الجماعة فكرها هي تتحدث عن الشرع وتتحدث عن الدين؟ فهل أفكارها ويعني مسلكها يتفق في الأساس مع الشرع ومع الدين؟ فالأهمية أن هي يعني زي ما تقول كده إيه، شاهد من أهلها، يعني هم بينطلقوا من الأرضية الإسلام السياسي، فهنا شهادته مهم. الحاجة الثانية، حزب النور لما ظهر الحقيقة ناس كتيرة ما كانتش متوقعة أداؤه السياسي. وهو قال فسر انه كراهية الإخوان لحزب النور، هم شايفين انه كانوا جماعة، هم وقتها بقالهم 80 سنة بيشتغلوا، فيجي حزب بقاله 3-4 شهور بعد الثورة فيدخل انتخابات البرلمان فياخد ربع البرلمان. ويبقى ليه وبان للجميع ان هم اكثر نضجا في التعامل السياسي، يعني اكثر مرونه، يعني بيتعاملوا في السياسه افضل من الجماعه اللي اشتغلت السياسه. ده يعني انا بتوجهي انا الفكري لا اامن لاي تيار اسلامي على الاطلاق او اي تيار ديني. خلينا نقول انه انت بتلعب سياسه وتضع قناع الدين، فانا لا امن لك باي شكل من الاشكال، لانه وانا بشتغل سياسة على ارض مدنية انا ممكن اختلف معاك، لكن لما تشتغل على ارض دينية فاجي اختلف معاك فانت بتصدرني لربنا على طول، يعني يبقى انت ايه بتكفرني وتبقى منحاز لفئة دون الاخرى. بالظبط. بالظبط. فهنا ده السبب اللي انت بتسأل عليه، فكرة التشويه او التشييع. ثم انه الاخوان طول الوقت كانوا معتقدين انه كل التيار الاسلامي لازم يبقى معاهم. حزب النور عمل الحقيقه دور مهم جدا، وده اللي انا بتكلم هنا في السياسه مش علاقه بالافكار. يعني دكتور يونس مخيون راجل امين جدا مع نفسه، قال احنا في الثوابت متشددين جدا، يعني اللي هو ايه، يعني هو لا يكذب ولا يتجمل، مش ان هو يعني الراجل واضح، قال احنا في الثوابت متشددين جدا لكن في السياسه بنشتغل سياسه بقواعدها وبآلياتها. في 3 يوليو
3 يوليو ظهور حزب النور، مش الازهر بس. يعني ظهور حزب النور كان بيلغي جزء كبير جدا من الدعايه الاخوانيه، يعني 30 يونيو دي طالعه عشان هدم الاسلام وهدم الدين واعتداء على الله واعتداء على الرسول، وبتوع 30 يونيو دول علمانيين ومنحلين ومنحرفين ومش عايزين حكم ربنا. فظهور كان وقتها المهندس جلال مرة هو اللي موجود في الصوره بتاعه 3 يوليو، لانه دكتور يونس مخيون كان في البحيره وما عرفش يجي عشان في الامانه العامه لوزاره الدفاع. فوجوده في المشهد طبعا الى جوار الازهر، بس الازهر كمؤسسه رسميه، لكن الحزب النور والسلفيين بشكل اساسي وجودهم كان مفيد جدا، واعتقد يعني ان هم لعبوا دور مهم، الناس ما ينفعش تخصموا منهم لمجرد الخلاف الفكري. يعني صحيح زي ما حضرتك قلت يا فندم، فكره شهد شاهد من الآلهة، نفس المنبت زي ما حضرتك ذكرت في البدايه، كنا شايفين ان هم على الاقل بالنسبه لنا احنا كمتفرجين او كمتلقين ان هم على توافق، وزي ما سمعنا شهاده دكتور مخيون انه تم استخدامهم. لا ما كانوش على توافق خالص، يعني انت عارف اللي هم اول ما في سياسه وفي مصالح وفي مكاسب. طبعا اتحدث عن البدايه، ان احنا كنا صحيح. كنا نعتقد صحيح. ان هو نفس المنبت ونفس الفكر بالظبط، ولكن اما تطلع الشهاده دي فهي نقطه مهمه، لانه البعض ممكن يقول انتوا متحزبين او وكمان خاصه ان هم زي ما كنا بنتكلم ان هم نشيطين جدا في فكره الاعلام وحكي مواقفهم وادعاء المظلوميه بشكل كبير جدا، واحنا شعب الى حد كبير عاطفي. فدي شهادة مهمة جدا. طيب